السلام عليكم الخو. دابا نزيدو نتعمقو شي شويه وندخلو شويه في الباينري. شنو هو الباينري؟ الباينري هو واحد عدد كيما كان كتحولو لصفر وواحد، صافي باش يفهمو الكمبيوتر، حيت هو الكود تي كونسومي غير صفر وواحد، يعني واحد حاجه مشعوله وواحد الحاجه طافيه، هادشي اللي كيعرفوه. اوكي دابا الصفر مثلا شحال كيساوي في الباينري؟ كيساوي صفر. والواحد شحال كيساوي في الباينري؟ كيساوي واحد. مزيان، دابا ملي كتزاد 9 هي جوج شحال كيساوي؟ اوكي شنو قلنا؟ قلنا الصفر، صفر كيساوي صفر في الباينري، الواحد شحال كيساوي؟ كيساوي واحد. والجوج شحال كيساوي؟ انت شوف دابا انت الصفر الواحد صافي تقادات هنا، تقادي صافي، حدو حد شاعل طافي، حدو حد شاعل صافي، حطو حد شاعل، يعني جوج غنزيدو خانة وحدة أخرى، ياك حتقادو لنا كومبينيشن هنايا، غنزيدو خانة وحدة أخرى ونحطو فيها، نحطو فيها واحد. علاش نحطو فيها واحد؟ حيت هدا كان طافي وهدا كان طافي، فهمتي؟ هدا كان طافي وهدا كان طافي، غنديرو واحد هنايا، غنديرو واحد هنا، ولا صفر طافي، حتى نبداو، غنبداو من طافي، كيما هنا بدينا من طافي، هنا طافي. ياك ثلاثة شناهي ثلاثة؟ ثلاثة هي واحد واحد، ثلاثة هي واحد واحد. شناهي أربعة مثلا؟ أربعة هي نبداو بعدا من هنا، هذا كان طافي وهذا كان طافي وهذا كان طافي وهذا كان طافي، هي واحد. هذا تحد، نبداو أزيرو، هذا تحد بحال الكونتور، هذا تحد نبداو أزيرو، هي دي أربعة، فهمتي؟ هادي أربعة. خمسة شنا هي؟ هي خمسة، هي واحد صفر واحد. ستة شنا هي؟ هي واحد واحد واحد، لا واحد واحد صفر، واحد واحد صفر. علاش؟ كما قلت لكم بحال الكونتور، هذا صفر غادي نرجعوه لصفر، وهذا غادي نشعلوه، فهمتيني؟ هي واحد واحد صفر. والسبعة شنا هي؟ السبعة هي واحد واحد واحد. أنت كتشوف مثلا هي هادي نفس التيبل، المهم السبعة هي واحد واحد واحد. شتي من الكونسيبت ديال إلا فهمتي الكونسيبت ديال الكونتور؟ عندك طوموبيل، فهم الكونسيبت ديال الكونتور؟ ها هو الباينري، راه غير هو الكونتور، الكونتور هو ما عند ما فيش طافي شاعل، فهمتي؟ في طافي، طافي ليفل واحد، طافي ليفل جوج، طافي شاعل ليفل ثلاثة، شاعل ليفل أربعة، شاعل ليفل خمسة، شاعل ليفل ستة، شاعل ليفل سبعة، شاعل ليفل ثمانية، شاعل ليفل تسعود، ياك؟ من بعد هذاك الليفل اللي ما شتيش انت كان طافي، ها هو شاعل. وهادو كاملين غيتعاودو أزيرو، أش بان لك هنا؟ بان لك بحال الأرقام العاديين، صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، شتيا؟ عشرة. ولكن دابا هنا مكتوبة لنا 7 بيت، شنو معنى 7 بيت؟ دابا في الأول دابا أنا هنايا غفلتك، غفلتك قلت لك مثلا، قلت لك صفر، ياك؟ قلت لك صفر هو صفر، قلت لك واحد هو الواحد، قلت لك جوج هو صفر، وجيت هنا طفيت لك هنا، غفلتك هنايا، هذا ما كانتش باينة عندك أنت في دماغك، أنت جيت قلت لك أحد كاع هذا راه كان طافي، ياك؟ وهذا كان طافي، وهنا شحال؟ كاين ولا ما كايناش؟ غفلتك، ولكن هنا ما غفلتكش. علاش؟ حيت اتفقنا أنا وياك بلي 7 بيت نمبرز، يعني 7 كنحسب 7، يعني كنقول غنشوف واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني 7، فهمتي؟ 7 ديال الكومبينيشن، 7 ديال الكومبينيشن. يعني دابا مثلا هذا شحال في الكومبينيشن؟ في إما صفر في إما الواحد، يعني جوج، جوج الجوج الأولى، جوج الثانية، جوج الثالثة، جوج الرابعة، جوج الخامسة، جوج السادسة، جوج السابعة، جوج السابعة. شحال كيساوي لنا هذا؟ بلاتي باش نشوف شحال كيساوي.
تحل الكومبينيشن كيساوي لنا 128. رجعنا السبعه نشوفها فين كتحد. لا تحدي باش ثلاثة. نشوف باش ثلاثة. تحت 127 حيت كتبدا بصفر، فهمتيني؟ يعني 128 كومبينيشن، 128 كومبينيشن، فهمتي؟ حيت كتبدا من الصفر، يعني مكتبداش بالواحد. حنا ملي كنبداو نحسبو الحساب العادي كنبداو من واحد، ولكن هذا ملي كيجي يبدا الحساب الكمبيوتر ملي كيجي يبدا يحسب كيبدا يحسب من طافي، يعني من الصفر. اوكي، تقدر تجيك شي كونتراديكشن في دماغك ولكن ماشي ما كيهمش. المهم هذا هو الكمبيوتر كيفاش كيخدم. الحاله الاولى ديالو هي طافي، عاد كدوز الحاله الثانيه هي شي حاجه.